هل يجوز الإحراق بالنار على وجه التعزير كما سمرت أعين العرانيين؟ ما هو هذا تعذيب بالنار، هذا ما هو تعذيب بالنار، إنما هو تعذيب بالمسامير، تعذيب بالمسامير. قد اختلف العلماء هل هذا الحديث منسوخ بالنهي عن المثلة، لأنه جاء صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة وهو تقطيع أعضاء القتيل بعد قتله، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه ناسخ لهذا الحديث. وبعضهم يقول لا، ما هو منسوخ، هذا من باب القصاص، والقصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس اليهود بين حجرين كما رضى رأس الجارية، هذا من باب القصاص. نعم.